السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. وصفة اليوم عبارة على بريوش بطريقة اللي هي جديدة بكوكاكولا. كنتمنى إن الإعجاب ديالكم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم ما هو جديد. على بركة الله ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. إلا غادي ندوزوا المقادير، كنحتاجوا 100 مليلتر ديال الكوكاكولا تكون دافئة، وعندنا 80 غرام ديال السكر سنيدة أي السكر الخشن، وكنحتاجو 80 غرام ديال الزبدة المذابة، وكنحتاجو قشور حامضة محكوكين، وكنحتاجو يوغورت طبيعي أي دانون طبيعي، وكنحتاجو الملح، وكنحتاجو خميرة الفورية أي خميرة ديال الخبز، وكنخلطو المكونات مع بعضياتهم حتى يندمجو لينا. بعد ما خلط المكونات مع بعضياتهم غدا نزيدو الدقيق الابيض تدريجيا، وغدا نبقاو نزيدو في الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه، وكنحصلو على عجينه تكون رطبه ماشي قاسحه. كما كتلاحظوا انا وضعتها في سطح العمل باش نجمعها مزيان، ندلكها باش ندخلوا فيها داك الدقيق الابيض، ما كيبقاش كيبان لينا فيه دوك الحبيبات ديال العجينه. ندلكوها مزيان، نزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده لينه، وغادا نبداو ندلكو. حنا كندلكو وكندخلوا الزبده، هاد الزبده ضروريه الا كنتو محضرين بريوش ضروري زيدوا معلقه ديال الزبده باش كيتخلي البريوش كيجي رطب وكيجي مفشفش. دابا غادي نبقى ندلك فيها حتى كنحصلوا على عجينه كتكون لينه. بعد ما دلكتها حصلنا على عجينه كتكون رطبه، دابا غادي نوضعها في اناء وغادي نغطيها بلاستيكه ونغطيها مزيان ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرت لينا كما كتلاحظوا راه ضعف الحجم ديالها، غادي نزولوا عليها البلاستيكه اي بلاستيك غذائي، وغدا نوضعوها في سطح العمل. غدا نبسطها غير شويه وغدا نبدا نقطعها على هذا الشكل هذا باش نشكلها كويرات، القطع يكونوا متساويه. نبدا نشكلها كويرات وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. كملت الكويرات، غادي ناخذ الكويره الاولى وغادي نبداو نطلقوها بالمدلك، طلقوها رقيقه شويه. طلقتها غادي نطويها على جوج بهذه الطريقه هذه، نبداو نشكلوها على شكل كورني. حنا ملي كنبداو نروليوها كنروليوها مائله، ما كنروليوهاش مقاده كما كتلاحظوا في الصوره، طريقه اللي هي سهله وواضحه. او روليوها حتى كنوصلوا الطرف الاخير وكنوضعوا اسفل من العجين بهذه الطريقه وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. طلقت الكويره بالمدلك نطلقوها مزيان، صافي كنتنيوها على جوج كنقادوها وكنبداو نروليوها. كما قلت لكم كنروليو بمائلي كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، والطرف الاخير كنوضعو اسفل من العجين وكنحصلوا على هذا الشكل هذا، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل.
ما كملت كما كتلاحظون وضعتها في صفيحه الفرن اللي دهنتها بالزيت ورشيتها من القليل من الدقيق الابيض. انا وضعت في الوسط قطاع دائري غير باش كنحدد ديك الدائره وباش ما نفوتش الخط ديال الدائره باش تجيني مقاده وسهله. دابا غادي نبقى مستمره حتى كنكمل. ما كملتها في التساف غدا نرجعو ليها داك القطاع دائري وغدا نخليوها حتى تخمر. بعد ما خمرت لينا وضعف الحجم ديالها غدا ناخدو صفر ديال البيض وغدا نزيدو معاه قطرة ديال الخل وغدا نزيدو معاه قهوة سريعة الذوبان وغدا نبداو ندهنو في البريوش في جميع الجوانب. بعد ما دهنتها غدا نزينها باللوز إيفيلي. لوز إيفيلي اختياري ماشي بالضروره اللوز إيفيلي، حتى الا كان عندكم جنجلان لوز مهرمش لوز كاوكاو مهرمش لكم الاختيار. دابا غدا نبقى نزين فيها حتى كنكمل وكندخلوها الفران يكون مسخن من قبل درجه حراره 180 درجه ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالها. هو الشكل النهائي ديال البريوش. كما كتلاحظوا راه كيجينا خفيف بزاف ورطب كما كتشوفوا. كنتمنى تجربوه فعلا يستحق التجربه وبطريقه اللي هي سهله وحصريه على اليوتيوب وعلى قناتي. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.